في هذا الفلوج راح تشوفون أبونا العود بابا عادل. تحديناه تحدي بنشوف إذا هو خوي أو لا، وكلنا حاولنا وجربنا التحدي، بس طبعاً مثل ما تعرفوني أنا أسطورة أكيد أقدر أفوز. أنت كم عمرك؟ 12. ليش تتهاوش معه؟ هالبنية كم عمرك؟ واحد. عمرك واحد؟ شلون تتهاوش مع بنية عمرها واحد؟ أنا عمري مسعة. ها؟ عمري 2. سبنتين. صار عمرها 17. لازم تحترم اللي أكبر منك. آه. إيه. ليش تلعوز بنتي؟ هي لعوزتي أول. أنا باشر أنا عمري 5. صح، رح يصير عمرها 5. لازم الأخ الكبير يكون رحيم وعطوف على. لازم هي تحترم الأخ الكبير. صح، أنت لازم بعد تحترم عليها لو بتحترمني. صح، لازم تحترمين عادل. إيه. تحبينه؟ بس كليش زيني. ليش تأذيها؟ هي تأذيني. يلا بوسوا بعض، يلا نسامح بعض، نسوي كذي، نسوي الفينجر كروس. لا لا بوسها. لا تسوي الفينجر كروس كذي. يلا فرح سوي كذي. يلا يلا شوف حرام. يلا يلا سوي. أنا ما سوي. يلا مع بعض. يلا وين تو؟ هذه حركة بعد. إيه قاعد تسامحون، إحنا كذي أول. يلا أنا حاربك. لا لا يلا تسامح تسامح. يلا هاي طريقة وايد غريبة. يلا تسامح. واو ماكو فايدة. حير راح ارجع وراسي راح اروح قص علينا انت. هاي هني ما رحت لاخر شيء. ما ادري انا ابي افهم شيء واحد. احنا جايين الشاليه عشان تنام. مالي خلق تعبان. ليش تعبان؟ ما ادري تعبان. الساعه كم قاعد؟ انا قايم 8:30. انتوا قايمين الظهر. وين تسع؟ لا انا قاعد تسع. وين تسع؟ انا قاعد 8:30 اقول لك الصبح. قاعد بالفراش من الساعه 9. زين يلا قوم استانس، كلهم قاعد يسبحون قاعد استانس. عندي لك تحدي بعد شوي. اوكي اوكي راح اوريك اياه. يلا يلا ريح شويه وراح اجيلك. اوكي خلاص. ايه. يلا شو الوي هذا يا يصورك تسوي لي كذي؟ ايش فيك؟ ليش هذا مطلوب حي او ميت؟ هذا يؤدي فرح ايش كثر ويؤدي بوبو. ليش ادعي ها؟ لا لا هم حسين ولدنا. بس رح تخفف خفف. ايش راح اسوي انا بدبي اذا هذا يؤذي؟ ايه. عادل شنو؟ هو عادل هذا يني وعطبه يسمونه بالكويتي. ايه ايه يني وعطبه. زين فالله يعيننا بالسفره. اي هوشه بصورها. تخيل امس كاتبين لي بسناب ليش عادل مؤدب وكذي ويعني مثل كبر وصار هادي. قلت لهم ما تدرون عادل متهاوش يا حسين. عادل مؤدب؟ ايه حسين عادل مؤدب؟ لا ها؟ لا صدق والله؟ اي والله. زين قلت لهم عادل متهاوش يا حسين مسوي نفسه انا الثقيل يعني ما طوي. فأمس أنا كنت ميتة من الضحك صح ولا ما شفته أمس؟ بلى شفت شلون معطي يعني حسين كلش جو وأنا ما أعطي وجه كذي. بس بسأل حسين عادل مؤدب؟ لا أنت مؤدب؟ إيه وايد مؤدب أنت. أبى أروح أسأل عادل بقول له حسين مؤدب ولا خلينا نشوف شو يقول. راح يقول إيه مؤدب. شوف صدق؟ إيه. يلا الحين نشوف. أنا مؤدب. هلا والله. هلا هلا بالحلو. هلا والله. عشو سبيد عادل سمعت اخر خبر؟ سألت حسين قلت له عادل مؤدب ولا مو مؤدب؟ كان يقول لي عادل اكثر واحد مؤدب. الحين انا جاي اسألك حسين مؤدب ولا مو مؤدب؟ مو مؤدب. هو قال انت مؤدب. صدق والله؟ لا انا مؤدب بس هو يعني هو انت مو بس هو مدحك. ليش انت ما تمدحه بالتصوير؟ شنو؟ خليه يولي. بيني وبينه. اوكي اوكي فرح. ها انت تحبين حسين ولا جاسم؟ جاسم. وحسين ما تحبينه؟ ايه. ليش؟ حسين يؤذيني. يؤذيك؟ ايه. حسين مو مؤدب؟ ايه. مو زين؟ ايه. زين تحبين عادل ولا حسين؟ عادل. عادل ولا حسين ولا جاسم؟ جاسم. اطقهم كلهم عشانك.
يا رب هذا ايش كثر ثقيل، وانا صراحه ما فيني لياقه. ما فيش لياقه؟ لا ما فيك. ليش ما قلت حق حسين؟ حسين فيه لياقه وايد. حسين انت فيك لياقه صح؟ حسين المؤدب. ايه هذه موجوده حصري في تيله يوصلون الخليج كله، بس انا الحين طلبتها حقهم بالشاليه بتحداهم. زين شنو هذه؟ شوف هذه المونكي شفتها انا هبه. زين هذه كاهو المونكي. يا المونكي كاهو المونكي. ايش تبي انت؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ زين هذا المونكي وكان غوريلا. كان غوريلا هذه اي عرفتها بالتيك توك. زين زين اشوف. زين خلينا نشوف وخلي المونكي. شنو هذه اللي الكلهم يبونها؟ شنو في بعد؟ هذا بعد مونكي. عاد انا طلبت ثلاثه بثلاثه. زين وقلت يعني ما ادري يعني ان يحبونها اصلا. انا شفتها كذي بالتيك توك وبعدين لقيتها بتيله عشان اطلبها. فرح 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 انت كله ماي. روحي فوطه او شيء. فوطه روحي بدلي او شيء. هذا الشكل الثاني القرش. هذا القرش. شوفوا شباب القرش يشابه عادل. عادل انت قرش. والمونكي يشابه منو؟ وحسن من يشابه حسن؟ انا اشابه. انت من يشابهك؟ اينشتاين. واو اينشتاين. هو بس شكلين لقيت موقعهم القرش ويا المونكي. بعدين القرش على توكي. ادبي غوريلا الحين ما فهمنا. ادري زين انا ابي ابوك. ابوك وينه؟ ابوي. ابوك لازم اتحدى. خلنادي بابا عادل. يلا انت ماخذ اثنينه. ايه زين هذا الفقير ليش ما عنده؟ في بعد. والله شوفوا شباب لازم تقولون حق بشاير شكرا لان مو ناسية ولا احد. شكرا تيلا. شكو تيلا انا طالبه. انا حبيتها لان هي شنو يعني ساتيسفاينج، وهم تطلعون حرتكم. مثلا زوجتك يعني بطشة بدج ما تقدرين تطقين اطراقات. نعم تاخذين اللعبه وتطقينها كذي تاخذين. زين 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 وعمك اذا حارك عمك مثلا ابو زوجك عبالي بعد شنو ثقيل. هذا شوف تحدي بشار تقول لك التحدي. يلا هذه لازم تكسرها تقطها من فوق لين تحت تقطها بال يعني اللي بتسويه سوى كذي يعني حدها شيء بس مو حد ما هي حد تكسر. تكسر؟ ايه لازم تكسرها؟ ايه كذي تكسرها لازم كذي. وخر شنو؟ ما صار فيهم شيء. هذا شنو؟ اي تتعفس بعدين ترد. بس انت صدق يعني اذا معصبه من زوجك تبي تسوين كذي؟ يعني تتخيلين هذا زوجك؟ تتخيلين هذا انا؟ اي لا مو انا يعني قصدي المره. تخيلي زوجك تشتريها عشان تحطين حورتك. تبي تسوي فيني كذي يعني؟ لا مو انت، هذه الزوجه تسوي في زوجها. اوكي يعني قاعد اساعدهم اعطيهم نصايح مو قصدي. اي عبالي انت بتسوي فيني كذي. الياهل معصب يطلع الحره اللي فيه عطوه من هذه طق بالقاع. اوكي يطق بالبيت. هذا الياهل يطلع الحره اللي فيه كأنك ما تدري. زين زوجتك مره من ذاك الصوب احذف عليها كأنك ما تدري. صح صح صح. بس يبا احنا عيالنا يعني فقاره. شوف حسين وعادل فقاره. مساكين جاسم انت الحين كل عايم تعبان. انت كله تعبان. احنا هين شالي عشان شنو؟ نستانس. انا مو قلت لك في تحدي بتحداك يا ايه؟ ها؟ ايه؟ جاهز حق التحدي؟ شوية ايه؟ اوف شنو هذا؟ شنو هذا؟ تعرفه ولا ما تعرفه؟ لا ما اعرفه. صيد؟ انت شنو ما طالع تيك توك؟ لا ما عندي تيك توك. هذا التحدي شفت هذا اللي بيدك؟ ايه؟ اتحداك انك تكسره أكسر. او تبطه. ايه؟ ما بس شنو ما تشقيتي بمقص لا كذي. تسوي اللي تبي. تبي تحذفه تبي تطب عليه اللي تبي اتحداك. ولك اللي تبي اي شيء بس تبطه. ايه اوكي خلينا نشوف شنو بتسوي. شنو صار فيها؟ شوف شكلها. عندك محاوله ثانيه. يلا اوه شو قطعه. Oh!
فكر بمحاولة ثالثة عرفت؟ بس انه ينبض، ايش رايك؟ القطة من فوق السطح. من فوق السطح؟ ايه من فوق السطح. يلا من فوق السطح، من فوق السطح. هذا احنا فوق السطح. بعد شنو؟ شوف راح ينبط الحين، راح ينبط. شوف ولي وايد بعيد. يلا بشار مزهبة الكاميرا. ايه يلا. ما انبط؟ لا ما انبط، بس راح فيها وعليا صار كله كرشة كتل. شو ما انبط؟ ما انبط، ما افوز يعني من فوق السطح. بس خلاص بعد. بس بعد. والله هذا قوي صراحة. انت شو متسوي؟ تقطون من فوق السطح ولا وين؟ لا 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 على الجولة. يلا نفس المكان. صيد يلا. ها شباب ها. شنو بتسوون؟ يلا بنقط من هني. انا بنقط، انا بقط من هالصوب وهو بقط من هذاك الصوب. انت من هالصوب؟ ترى احنا صاعدين فوق، شوفوا الحين احنا هني بيقطون. ها بشاير. آه. بشاير تحت زاهبة الحين انت بتصور. يلا يلا متحدين يقولون من فوق راح تنبط. يلا قط خلينا نشوف. يلا 1 2 3. ووو مسكين على وجهه. انبط؟ لا ما انبط، انخفس على وجهه. يعني ما اخترب؟ لا لا ما اخترب. واو حسن ما صار في شيء. ما ادري. قوية اللعبة صح؟ ايه. يلا ها بوبو. شوف بوبو الصوب هذا، الصوب هذا شنو فيه تحت؟ هني تحت كله زرع. يبي يقط بالحديقة؟ يمكن يحوش الحديقة يعني وينبط؟ اتحداك تقطها كذي هني بالنص. اخ. 1 2 3. ها انبطت؟ شفت لما يقولون داسوا ببطنه؟ ايه. هذا داسوا ببطنه. ووه. بس ما انبط، بس داسوا ببطنه. بوبو. خسرت. ما انبط، بس انت ما اختربت اللعبة. ايه؟ راح تلعب فيه وتستانس. ايه. والحين دور عادل. عادل انا احس ان انت اللي راح تبطل اللعبة، واكون واثق. انزين ليش ما اخذ لعبة فروحة وياك؟ اثنيناتهم مالوتي، هي ما كانت موجودة. لا والله. والله انت للحين قاعد تأذيها؟ هتولي. انزين شو بتسوي؟ شلون بتبطهم؟ بروح دور الخير. شلون يعني؟ من السلم؟ من اخر دور بالسلم. يلا خل نروح فوق. الحين ناطرين يقطون من فوق. وصلنا فوق اخر دور. بعد؟ ايه. عادل شوفني شوفني. شوف ايش كثر من هني بعيد. بعد شنو فوق؟ ها بشايب جاهزة؟ ايه بس مو يقطع على راسنا. انا اخاف يعورك والله. ايه ادري قاعد يقول. اوه. قط بدون لا يقول. ايه. عادل ايش فيك؟ ادري بس ليش تقط بدون لا تقول؟ انطر شويه. ياه بقط الثانيه بوبو، بقط الثانيه دير بالك. بوبو خلها نشوفه. 1 2 3. انبطوا؟ ايه. صدق؟ ايه. عادل شكلك انت الوحيد اللي بطيتهم. امشي خلاص نشوفهم. امشي امشي. انت عندس عليه. يا خوي ها مبطوا؟ ايه ما مبطوا. لا خوي ولا شيء، انت وين؟ ما مبطوا والله، بس اشوف شو صار شكله. شوف شوف. تبي علي؟ تبي علي؟ عجب. ليش تقولين مبطوا انت؟ اقص عليه عشان يحس بالقوة، مسكين ساكت ومتحمل. راح فيها والله. هنشوف القردة، شوف. شوف المانكي. شنو صار بويها؟ شابه منو؟ انت شابه. صراحة انك مو قوي عيل. اكيد اكيد الخوي حسين. حسين انا واثق فيك يا حسين. فعليك عندي. احس ان انت اللي راح تجيبها. نشوف الشارك، خلينا نشوف ويها بس قبل لا تقطه. خلينا نشوف ويها المسكين. اوبس. يلا خلينا نشوف، خلينا نشوف شو بتسوي. يلا الحين شو بتسوي؟ بقطع على الارض. يلا ارض الكويت حاره يعني اكيد. الارض حاره. اي والله الارض حاره. 1 2 3. ايش ما انبط؟ وين؟ انبط ليش؟ وين اقدر ما اقدر اشوف وجهه. والله طيب صار بويه. شنو صار عاد ذكي؟ يلا عندك عندك بعد محاولتين. يلا اوف ليش ما انبط؟ اشوف ليش ما انبط؟ ولا ولا بعد عندك محاولة، آخر محاولة. أوه هشوف. ورنيها ورنيها خلينا نشوف شكله شلون صار. شوف شوف شلون صار شكله. تنشمش. أوه لا كنا شيء أعرفه، شابه واحد أعرفه. ما راح أقول لك. تضحك.
شالنظارات الجديدة الحلوة يا حسين. واو واو لا حلو حلو صراحة. يلا خلينا نشوف من يفوز فيكم. يلا خلينا نشوف من الخوي. لا تحرك قاعد يلعبون نتندو سويتش. يلا خلينا نشوف من يفوز. والله خلطة والله خلطة فاز والله والله حسين قوي. جاسم جاسم حسين قوي حسين قوي حسين قوي 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 تاكل كامرتك يبا مو يفوز عليك الحين بكسره. يلا بكسر بشلخه. حسين فايز على الكل وخلينا نشوف الحين بباري ابوي. يلا خلينا نشوف من يفوز. كيفك جبتني حسين؟ خل ابوي يفوز. افوز عليه خل ابوي يفوز. شنو في واحد يكون عنده سيف واحد لازم يحمل سيف كذي. لازم تحط سيف عشان نشوف نفس المطار. لازم تحط سيف هذا اللي بيفوز غصب. قال لي صح؟ لا ما قال لا. فاز والله فاز والله فاز والله والله فاز هاك العب والله والله انك خوي شو العيب وانت والله انك ها انت مخليه ايه انت مخليه ها ايه مبين انت مخليه مبين شنو قاعد تسوون واو فالروحة عجبتش المانكي إيه؟ حلو شوف قولي فرح شلون ما ينكسر هذا واو ها نفس ايه نفس سكوشي صح Three hours later. أقدر. صار الليل تعبنا. تعبنا. ترى الحين صار بالليل. الحين هم قاعدين يلعبون. فروحه قطي وطمري عليه شوفي يخترب. طمري عليه حيل حيل عليه. طمري طمري نطي نطي شوفي نفس بوبو نفس بوبو شوفي بوبو إيش سوي أيوة. أوه ما ينفجر عادي أنا أجرب. هذا شلون كذي يعني شلون. طيب شو مسويها فيه فرح؟ شوفوا شو مسويها فيه فرح شوفوا مسكين يعني شلون هذا لازم يتعدل يشكي يشكي ايه ابي اجرب انا اقدر اسوي انا فهمت الحين لما يقطونه بعدين يعدلونه تحسين براحه اي هو ساتيسفاينغ صح صح اي يلا الحين اجرب يلا حرام على وجهه اشوف خليني اجرب لحظه بالنص شو صار وين؟ إيه قاعد أقول لك كنا القشة عجيب طشون طاح أمبي أمبي إيش؟ كم شوية شارك؟ وين فرح ما راح تخلي؟ إيه ما راح تخلص فرح إيه في أبيض شو في أبيض في أبيض من كثر ما لعنته خيره أول شيء عدنان نعم منو عدنان أنا عدنان أنا بابا مو عدنان أنا بابا ها تقولي شنو؟ أول إيه نشوف لما القطة تشذي رح يعور إيه ولا القطة تشذي إيه وتوش بعدين النط عليه بعدين نسوي شذي واو جمباز إيه إحنا ما راح نخلص اليوم إيه وبكذي وصل لحق نجيب لهم لهم يلا باي يلا زوي زوي لا 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 انطروا يلا يلا